شيء يزعج شرطي المرور. حرام. شيء نلقطه أو نلتقطه. شعر. حيوان إذا ذكرته ذكرت موطنه. نمر. أشياء يصعب لبسها وأنت تعتزم النوم. الملابس خارجية. مكان تكتم فيه ضحكتك. التلفاز. البيت. شكرا. البيت. التلفاز البيت. البيت البيت. هسه إيه ما أعرف الكمبيوتر راح يأخذ. خلي نشوف الآن الأجوبة إيش قد جابت لك درجات. تفضل. إذن اليوم خلي نشوف أخي محمد هل ستستطيع إجابتك وإجابة الأخ طه أن توصلون إلى 200 نقطة؟ السؤال الأول كان شيء يزعج شرطي المرور، إيش قلت؟ حرامي. الحرامي. حرامي؟ شنو علاقة شرط المرور بالحرامي؟ ما أدري. أوه. شرط المرور علاقته بالسيارات بقى علي. لا بس لا تروح على عائلة. نعم. السؤال الثاني شيء نلقطه أو نلتقطه. إيش قلت؟ شعر. شعر. ممكن. أريد ألقط شعر. صح. شوف. 30 نقطة. إذن خلينا نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث كان حيوان إذا ذكرته ذكرت موطنه. إيش قلت؟ النمر مو؟ النمر. والنمر نعم. 20 نقطة. 50 نقطة. تعال السؤال الرابع كان أشياء يصعب لبسها وأنت تعتزم النوم. إيش قلت؟ الملابس الخارجية. الملابس الخارجية يعني مال طلعة. خلينا نشوف. حلو. 78 نقطة. لو أيضا السؤال الأخير يجيب لنا 30 تطفر. بس خلينا نشوف. خمسة مكان تكتم فيه ضحكتك. إيش قلت؟ المنزل. المنزل. البيت. البيت. المنزل. قلت خمس نقاط. زين خمس نقاط. يعني جايك أحد كذا بس يعني أكو الله. أماكن أخرى بعدين. لا اللي تضحك به ضحكتك. 83 يعني رادلكم 117 نقطة.